السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نوريكم واحد الطريقة سهلة وبسيطة باش تعرف شنو هو اللي يكون يكتماك في الواي فاي ديالك. طريقة بسيطة، كنخرج ديك لا فونيتر ديال الاميس دوس، كنكليكيو على ويندوز بلس ار، ولا كنمشيو لا بار دو ريشيرش وكنديرو سي ام دي. فاش كنخرجو ديك لا فونيتر كنكليكيو على ويندوز ار، دونك هنا كنكتبو سي ام تي باش نخرج لا فينيس ديال الانستانس. اوكي، هنا كنكتبو واحد الكود نيت فيو. هاد نيت فيو كيافيشي ليك كاع لي مكونيكتي معاك في الريزو ديالك ديال الواي فاي. نيت فيو كنديرو اوكي، نتسناو واحد شوية. فوالا، هنا كيبان ليا جوج ديال سميتو سلاش سلاش بي سي وصداك بي سي. هاد جوج لي بي سي انا مكونيكتي بيهم، و الا كان شي واحد اخر نتا ما عارفوش ما عطيهش سميه ولا فشكال هذا، ديك الساعه كدي كونيكتي وكتبدل المود باس ديالك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.